مرة تانية يحاول يعدي موتو موسي، ترجع لصالح نادي بيراميدز، مقطوعة الكرة دي خطيرة، فخري لاكاي يطلع أحمد فتحي، فرصة العرضية آخر نفسه عبد الله السعيد يلعبها القائم البعيد مروان، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، مروان حمدي يسجل في أول ظهور لصالح نادي بيراميدز، الهداف هداف، مروان حمدي هداف، يسجل يتسبب في بينالتي ويسجل هدف ثالث من عرضية مميزة جدا للعالمي أحمد فتحي. يا ولد يا ولد يا ولد، أحمد فتحي يلعب أسيست رائع بكرة عرضية بهجمة مرتدة في مساحات كبيرة في أرض الملعب، نادي بيراميدز يستغلها ويسجل الهدف الثالث ويصعب المهمة أكتر وأكتر وأكتر أكتر وأكتر وأكتر. بص العرضية، بص العرضية، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ويقابلها على الرايق، يقابلها على الرايق، الرايق مروان حمدي، ويسجل هدف ثالث لصالح نادي بيراميدز 3-0 3-0. حطها عكس اتجاه الحارس احمد، او الحارس عمرو حسام اللي طار عشان يقفل الزاويه الضيقه، فمروان بخبرته الكبيره يسجل. ادي اللاعب المؤثر اللي بقول لحضراتكم من اول مباراه، من اول دقائق مؤثر، من اول اربع دقائق هو مؤثر ببنالتي، وفي الشوط الثاني يقدر انه يسجل مروان حمدي. صفقة ناجحة جدا لصالح نادي